دعا رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان كل من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو وقائد حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، دعاهما للانضمام إلى عملية السلام الشامل في البلاد. في السياق ذاته شدد البرهان على ضرورة الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية من شراكة تحمي الانتقال حتى إجراء انتخابات نزيهة وحرة. من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا خالد عويس. خالد، لافتة هذه الدعوة لهذين الطرفين اللذين حتى الآن ما زالا مترددان في الانضمام للفترة الجديدة، ولكن هناك تصدع داخلي في مجلس السيادة، فكيف نفسر هذه الدعوة الآن؟ نعم يوسف، البرهان دعا الحلو وعبد الواحد للانضمام واستكمال عملية السلام، هذا في مناسبة مرور عام على توقيع اتفاق جوبا للسلام. في نفس الخطاب أو البيان المكتوب أيضا أشار البرهان إلى الالتزام التام بتنفيذ كل بنود اتفاق جوبا للسلام، وكذلك الالتزام بالوثيقة الدستورية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة حسب البيان. صحيح طبعا، يعني كما يعلم الجميع هناك يعني أزمة سياسية في السودان بين المكونين العسكري والمدني وكذلك داخل المكون المدني كما يرى مراقبون، لكن في المقابل أيضا هناك ضغوط من الشارع، هناك ضغوط من الأمم المتحدة، هناك ضغوط من الجانب الأمريكي في اتجاه استكمال عملية السلام، في اتجاه استكمال الانتقال، في اتجاه كما أشار بيان للخارجية الأمريكية مساء أمس، هناك اتجاه أيضا وضغط أمريكي في اتجاه الالتزام التام بالوثيقة الدستورية واستكمال كل مطلوبات الانتقال لضمان الدعم الأمريكي للجانب السوداني في هذه الفترة، وإلا فهناك تلويح بأن العلاقات الأمريكية السودانية ستكون في خطر كما عبر بيان الخارجية الأمريكية. لهذا ربما هناك مساعي جادة الآن في اتجاه استكمال عملية السلام. يوسف، نعم أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا من الخرطوم خالد عويس.